أمسية تراثية الجميلة، ختام هذا المهرجان المميز الجميل هنا، وشارت جائزة الكبرى التي انطلقت هنا على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الرائعة، في هذه التحديات الذي دارت الرحى بين أيضا هجن أصحاب السمو الشوخ وهجن أبناء القبائل في منافسات مشرفة في نيل الفوز والناموس ضمن هذه أيضا الجائزة الغالية على قلوب الجميع، جائزة زايد الكبرى هنا التي انطلقت على أرضية هذا الميدان. تابع مسيرة شوط الختام وشوطنا العاشر الخاص هنا أيضا بالحول المهجنات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشوخ، المنطلقات بالتحدي، المنطلقات بالإثارة، المنطلقات بالأداء المميز الجميل. شكرا 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 لأصحاب السمو الشوخ، شكرا للداعمين الرسميين لهذه الجائزة الكبرى، شكرا أيضا للمتابعين أيضا خلف هذه أيضا المكارم. دائما وأبدا نتابع هذه المجريات، نتابع الصدارة، نتابع الشاهينية من تفتتح الصدارة على مقدمة هذا الشوط من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من تنطلق على صدارة، وعلى المركز الأول الوثبة من تأتينا على ثاني المراكز من هجن الرئاسة بقيادة علي بن جمي اللوهيبي. هناك أيضا العين لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن قميص لينيبي. في الانطلاق تأتي مرموم، هناك الشاهينية في المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المنطلقة على المركز الرابع. وفي المركز الخامس أرى التسلل مشاهدينا ومتابعينا الكروم بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، هنا الشاهينية من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميرها من انطلقت بهذه التحديات الجميلة. وهناك أيضا التسللات الممتازة هنا بهذا الأداء الجميل. هنا المركز السادس تأتي مرموقة من هجن الرئاسة وعلي بن يمي اللوهيبي في تضميرها من تنطلق هنا على المركز هذه اللحظات. هنا السادس ولكن أرى التسلل، التسلل هنا في من مهابة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم مرة حمد بن علي العويسي من تنطلق سادسا مرموقة، سابعا من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي. المركز الثامن ريمة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ثم أحمد بن سلطان بن رشيد هي القادمة على المركز الثامن. المركز التاسع تأتينا الحذرة من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في تضميرها المنطلقة هنا على تاسع مراكزنا. والمركز العاشر تأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل الظبي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو في تضميرها هنا أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا الأداء والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الشاهينية على صدارة، الشاهينية على المقدمة على المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري على صدارة. على المقدمة هنا المستحيل من يقدم الشاهينية بهذا الانطلاق المميز الجميل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني وتأتي الوثبة على المركز الثاني. الوثبة من هجن الرئاسة مع علي بن يميل لوهيبي، والشاهينية من الجانب الآخر من هجن الرئاسة هنا أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرها. وعلى المركز الرابع الشاهينية على المركز الرابع من هجن الرئاسة هنا أحمد بن مطر بن مايد الخيري في التضمير. وعلى المركز الخامس تنطلق مهابة لسمو
الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم، ايضا مرها حمد بن علي لهويسي. المركز السادس العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس لينيبي في تضميرها هنا المنطلق على المركز السادس في ختام هذه الأمسية الجميلة على أرضية هذا الميدان وفي ختام هذه الجائزة جائزة زايد الكبرى هنا على أرضية ميدان الوثبة. المركز السابع مرموقة تأتينا على المركز السابع هنا المنطلقة بهذا الأداء الجميل من هجن الرئاسة، يتابعها في التضمير علي بن ميل لوهيبي وتأتينا هنا بهذا الانطلاق ريمة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضمير ريمة على المركز الثامن. المركز التاسع والمنطلقة الحذرة على المركز التاسع من هجن الرئاسة هنا يضمرها سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، والمركز العاشر الضبي ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد من تنطلق على عاشر المراكز. هذه هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى هذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل. لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى صدارة هذا الشوط. وإن سألت عن موقعنا في الإعراب الميداني فها نحن جاوزنا 3 كيلومترات، جاوزنا هنا مضيق العبور، هنا جسر العبور، من جاوزناه في هذه اللحظات هذه التحفة المعمارية المتميزة هنا يتميز بها هذا الميدان. هنا إذا الشاهينية هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على صدارة، المسيطرة على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الشاهينية من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من ينطلق هنا بالشاهينية على صدارة وعلى المقدمة. أسد الوثبة ينطلق بأداء مميز جميل، مهابة قادمة، مهابة قادمة على المركز الثاني هنا لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم بن جمعة المكتوم. وفي المتابعة هنا أيضا والتضمير في هذا الانطلاق المميز حمد بن علي العويسي من يتابعها في التضمير والانطلاق المميز الجميل. أما على المركز الثالث الوصول هنا من الوثبة الواثبة على المركز الثالث هنا من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي الشاهينية قادمة على المركز الرابع من هجن الرئاسة، يتابعها هنا أيضا ابن منازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والشاهينية مع الفيلسوف قادمة أيضا هنا من هجن الرئاسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميرها سادس مراكزنا مرموقة المنطلقة هنا من هجن الرئاسة وبقيادة المضمر أبو الجمايل هنا علي بن يمي اللوهيبي الظافر يطلق العنانة هنا أيضا بتحدي مميز لمقاتلة أخرى للبحث عن الفوز وعن الناموس. أما العين فتأتينا على المركز السابع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أيضا مرها الزعيم محفوظ بن خميس لنبي. وفي المركز الثامن هناك القدوم هنا في هذه اللحظات ريمة، ريمة القادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم أيضا مرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والكايدة، الكايدة من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي. وصلت الشاهينية الأخرى على المركز العاشر هنا من تنطلق في هذه اللحظات هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخياني في تضميرها. إذن هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود هنا إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول بعد أن جاوزنا الكيلومتر الأخير. وهنا الانطلاقة، هنا التحدي من الشاهينية والوثبة، الشاهينية والوثبة في تحدي مميز جميل هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. الشاهينية والوثبة، الشاهينية والوثبة في تحدي مميز جميل بحثا عن شوط الختام، شوط ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة. الله، رئاسية رئاسية رئاسية، هنا 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 انطلاقة ولا أروع، انطلاقة بتحدي مميز جميل هنا للوثبة في عاصمة الميادين وميدان الوثبة. تنطلق الوثبة بالفوز، تنطلق بالناموس هنا والتحدي والإثارة هنا لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن مي اللوهيبي. ريمة قادمة، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع الخطيرة أحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن هذا الشعار، من يفتتح هذه الأمسية التراثية الجميلة ويختمها هنا على أرضية هذا الميدان؟ إذا شعار هجن الرئاسة وشعار الظافر علي بن مي اللهيبي. هنا من وصلت على المركز الأول ريمة، فالمركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث، هناك من وصلت مشاهدينا الكرام على المركز الثالث الشاهينية من هجن الرئاسة مع أيضا المستحيل. وفي المركز الرابع عدتنا الظبي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والشاهينية. في المركز الخامس من هجن الرئاسة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ضعناها على حضاراتكم هنا 13 دقيقة 5 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجلته الوثبة. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر علي بن مي اللوهيبي من أختم هذه الأمسية الجميلة بداية وختاما. بينما المركز الثاني كان من نصيب ريمة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، قاطعة المسافة في فترة زمنية 13 دقيقة 7 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني. أما المركز الثالث كان هناك أيضا الوصول من الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري، من أتتنا على المركز الثالث قاطعة مسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 10 ثواني جزئين من الثانية. هذه هي الشاهينية وهذا هو شوط الختام. وإلى ملخص هذه الأشواط في هذه الأمسية.